يعني حضرتك قلت نقطة مهمة قوي، ان هو دليل سوء النية. صحيح، فده يعني انا لو رحت رفعت قضية اكيد طبعا، اكيد طبعا هثبت سوء النية. اي حد لو الدكتور اقام، طبعا انا اظن ان ده قد يكون ما يحصلش، انما الرسالة لازم توصل للناس. اذا اتثبت فده عفو من الرجل ورحمة من الرجل وامتنان من الرجل، انما انت المفروض تعاقب الفعل اللي انت ارتكبته ده، عليه عقاب. طيب حادثة تانية أو حاجة تانية شفناها الفترة اللي فاتت، وتلاسن على المواقع الشخصية لكل من اتنين من الشخصيات العامة، وأيضا بعد كده شفناها على المواقع الإخبارية، ميار الببلاوي والشيخ عبد الجليل. كيف ترى هذا المشهد من الزاوية القانونية؟ والله هو المشهد مؤلم من الزاوية الاجتماعية أولا بصراحة. يعني احنا كنا بنعاني ان بشكل عام بقى، مش في خصوص واقعة محددة، بعض المشاهير او الفنيين او الفنانين بيعانوا ان الجمهور بيتدخل في خصوصياته، انما دلوقتي للاسف هم بنفسهم اللي بيعرضوا خصوصياتهم. وده هو الشيخ محمد ابو بكر، انا قلت اسم الشيخ غلط. صحيح، هم بنفسهم اللي بيعرضوا الكثير من خصوصياتهم وامورهم الخاصه اللي ما يجبش انها تعرض، وبتبقى مجال للحديث والسخريه والتعامل والترند. ده امر يجب ان نتوقف عنه من الناحيه الاجتماعيه، انما من الناحيه القانونيه خلينا نحط القاعده. اي حد يتناول شخص بإساءة، سواء كانت الإساءة دي فيها سب أو فيها تحريض أو فيها قصف أو فيها إزعاج أو فيها إساءة لي أو لأسرته أو لشرفه أو لعرضه، هو معاقب عليه. مين اللي غلطان هنا قانونيا؟ ما أنا دايما هتلاقيني حريص، إذا كان في وقائع منظورة أمام القضاء ما يصحش إحنا ندي فيها حكم، إنما إحنا بنأصل الواقعة ونقول الحكم العام. لما موقف زي ده يحصل، لا طبعا، هل من حق الشيخ، اي شيخ في اي شيخ في العالم، هل من حقه ان يطلع يقول يعني اي واحده او واحد صرح احد التصريحات، هل من حق اي شيخ انه يطلع يقول التصريح بتاع فلانه الفلانيه ده كذا وكذا 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 وفسوق وزنا وكذا وكذا؟ هل طبعاً من حق اي حد يعمل يعني كده اطلاقا؟ لو هو عاوز ينشر الفضيله ممكن يتكلم على كلام عام بدون ذكر اسماء، زي ما حضرتك على كلام عام. ده انا مش عايز اقول حكم، انا راجل القانون وده طبيعي. انما انا برضو كاي واقعه ما جبتش شخص وانزل عليه الحكم واقول ده يستحق كذا او ده عقابه كذا او مذنب بكذا، لا دي مش شغلتي. انت ممكن تتكلم عن الفاعل، انما ما تتكلمش عن الفاعل عن واقعه محدده على الملأ، ده أمر لا يجوز. ده يدخل في إطار القصف طبعا، سب والقصف والتشهير وهنا برضو مش عايز أقول الواقع من نفسها، بس إذا تعرض الأمر للعرض أو للأخلاق، لا ده في بتبقى عقوبة مشددة طبعا. طب. طيب.